روتين اليوم الحمد لله رجعت لكم فيديو جديد. لساتني عايشة ولساتني داعزل ولساتني ما خلصت شغل البيت. يا الله تعزيل البيت كله مرة واحدة من جد أمر متعب جدا. ظلت أيام قليلة يا لحق يا ما لحق. فاليوم رح أعزل اليوم رح أعزل المطبخ. يا الله هاي لذة النهاية. هين ما أحكي لكم على طعمة القهوة لما تكونين مخلصة الشغل. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ. مرحبا حبايب قلبي، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير، منورين قناتي ورجعت لكم فيديو جديد. طبعا أول ما أبلش روتين تعزيل تلاحظون على وجهي علامات اليأس وعلامات الدوخة إنه منين راح أبلش، بس الحمد لله رب العالمين كل شي راح ينتهي بعد ساعتين ثلاث. آخ يا بنوتاتي لو تجي واحدة منكن تطلع من الفيديو وتجي تساعدني، شقد راح تكون شالت عني حمل. طبعا أنا نزلت شي من الخزن بس ما يعني ما كملت، نزلت جزء بسيط وهذا جليات الفطور مع شوية كركبة من قلب الخزن طلعتهن. طبعا مثل ما تعرفين إنه أنا كنت ما أطبخ صار لي 3 أشهر بالبيت، أنا 3 أشهر يمكن شي 4 5 6 أشهر، خلينا نقول 6 أشهر للي ما يعرف، لأنه أنا كنت فاتحة مطعم، مو كنت لحد الآن بس حاليا ما أخذ إجازة قصيرة لأنه عندي شغل ثاني مداومة بيه يعني. فمشان هيك المطبخ إذا ما طبخنا بيه ما نقدر نهتم بيه، وللأمانة المطبخ مربوط بالطبخ، وأني لأنه ما كنت أطبخ ما كنت أعزل ولا كنت أنظف. يعني نجي على البيت المساء كاسة شغلة صحن أغسلهن وأرجع أنظف المجلة وخالصين، بس إنه تعزيل ما لحق لأنه أغلب الأحيان أجي الساعة 11 بالليل. يا الله يا الله شقد هيش أول ما تبلشين شغل تحسين حالك منين ذا بلش شلون ذا رتب إيش بدي أسوي. بعدين بعد ما تسوين أول شغلة يبلش كل شيء يترتب عندك، والله مع أنه أول شيء تحسين بالياس وأنا أقول لحالي يا رهف تعيت نغير رأينا ونبطل نعزل اليوم خليها باكر. صراحة يعني ترددت كثير لقلت لحالي خلص يعني ما ظل فعلا أيام قليلة. طبعا شوفت عينشن واني واقفة على الأرض مع أنه والله أنا طولي كويس يعني 163 كويس يعني، بس انه الخزن عندي عاليات بالحيل. فالحمد لله رب العالمين طالع على الكرسي ولسه ماني نايطة اخر رف، يا ريتني نايطة يعني اخرى، لو الكرسي اعلى من هيج نص مصيبة يعني كان لحقنا اخر رف، بس الحمد لله. على فكرة قاعدة اتأكد انه بيه غبرة، بس والله ما بيه غبرة على فكرة، يعني المطبخ نظيف عمل الخزن مسكرة. هذا زر الجرس، حطوا لايك وفعلوا زر الجرس. هذا ما ادري والله ليش مرة اشتريته، زاد عجبني واشتريته، ماله اي داعي. على فكرة لو شوفت انا الشغلات اللي مشتريتها وما لها داعي لحالها يتسوى عليها فيديو. وفي شغلات لا والله كان يعني كنت اتوقع انه ما لها داعي بس بعدين طلعت يعني فعلا ليها داعي، طلع عليها استخدامات كثير. طبعا بدي ابلش انزل من الخزن بعدين امسحن وانشفن بعدين ارجع الجليات بعد ما اكون جليتهم. طبعا يا عمري هاي قنينه نايا كانت صغيره، صارت صغيره يعني ما عاد شبعها فجبت لها وحده اكبر منها. يا قلبي ننوش اكل محالة زاد بعد تكبر. مرحبا شلونكم؟ قاعدين برخزه انا ما ضيفكم شي بالله بدكم شي. على فكرة شوفوا يا بنات الخزانة حتى وهي مسكرة لما نحط بيها خزن لما نحط بيها مواد المونة وشي يعني إذا وقعت حبة تدسم محل الخزانة، فمشان هيك لازم كل فترة نعزل يعني إذا ما عزلنا مصيبة. شايفات الغبرة؟ شايفات اللون شلون بلش؟ على فكرة يا بنات هذا البخاخ اللي بخيت منه عن جد حارق للدهون مثل ما مكتوب عليه، حارق للدهون المستعصية يعني. هذا هين ما اعرف شو متكبي، شي يخص المربى او شي يخص المكدوس يمكن زيت، فالزيت معلم تعليمه صاير مثل الجلي ويكون ملزق. فبخيت من هاي البخة فركب السيفة طلعت الارض تمري بيضة بيضة، فعن جد نوعيته كويسة وخصوصا أنا حتشوفن فوق الشفاط. أنا لما مسحت فوق الشفاط انصدمت حرفيا يعني. أنا جبته من الشركة بس قلت لحالي يعني إنه
مو لهالدرجة فعاليته تكون قوية، بس اللهم صلي على النبي ريحني كثير. راح تشوف ان شكل الخزن تقول طلعت جديدة اخر شيء، وبس بالممسحة ما ليفت تليف انه بسيفة بسيفة، بس بالمناطق الداكنة والمستعصية. طبعا انا اللي منعزل المطبخ يا بنات، اظل يومين بعدها تعبانة لانه خزن المطبخ عندي كثيرة كثيرة، فكل درخوشة من المطبخ بدها تعزيل. يعني احيانا اعزل المطبخ عيف قسم وخلى القسم الثاني لثاني يوم، لانه ما شاء الله خزنه كثيرة كثيرة. وبنفس الوقت يعني لازم تهتمين بي، لانه انا شوي مطبخي لما جيت صاير مقديم يعني جديد، ولازم يظل جديد، اطلع منه لازم يظل جديد. طبعا قعدت على الشموسات بلشت اعبي، يا سلام على ريحه القهوه، بس ماني فاضيه المشكله الحماني فاضيه اني اسوي قهوه بنص هالحوسه، يعني بعدين ما اخلص لبعد باكر، فمشان هيك رجعت تعوذت من الشيطان ورجعت غطيتها. هند عبى الشغلات اللي تتعبى بالعلب بعد ما جليتهن، طبعا اجلي ومنشف وارجع اعبي مره ثانيه، لانه هذا العلب كثير كويسات لهيك شيء. والنسكافيه يعني مقطعها من البيت، مشان هيك قلت لحال احسن ما تضل بالعلب بالكياسين، يعني احطهم بالعلبة هاي احسن شيء. ايوه فعلا صار انا اخر شيء منظمات، يا حالات والله يا حالات يعني حلوات. وعلى فكرة شفت ببنات مع القاتلي على اخر فيديو نزلته، انه رهف صار لك 4 سنين باليوتيوب ولليوم تحجين بهاي اللهجة، لليوم ما تطورتي. يعني ما عرف التطور بإيش، إن الواحد يغير أصله أو يغير منطقه أو يغير لبسه. يعني أنتم بالنسبة لكم اللهجة واللبس هذه هي التطور، أنا يعني بالنسبة لي إن أغير لهجتي هذا اسمه شلون أقول لكم إياها، يعني صراحة أحسها قلة أصل. يعني أنا يعني بالنسبة لي تعتبر قلة أصل إن أغير لهجتي أو أغير لبسي، يعني لا أنا أحبها ولا أهلي راح يرضونها ولا الناس اللي تحبني. يعني الناس اللي تحبني صح أنا متأكدة ما راح يكونون هم اللي كتبوا مهيش تعليقات. فمن يوم ما طلعت على اليوتيوب لهذا اليوم، بناس تتنمر على اللهجة، بناس تتنمر على لبسي، بناس شايفة أنه أنا لازم أغير. ما أعرف أنا بالنسبة لي هيش مرتاحة، المهم أني دعتش بلهجتي، وكلمة دعت هاي يعني مثل اي كلمه انتم تقولولها كانتم الحضر، يعني ما بيفرق بين لهجتنا وبين لهجتكم. المهم ان الانسان يكون معدنه طيب، المهم ان الانسان يكون ما يسيء لحدا بشيء. انا بالنسبه لي الانسان الكويس ايش ما كان يكون، ان شاء الله يكون ايش ما يلبس، المهم يكون كويس. فليش نسبه تنمر على لهجة الناس أو على شكلهم؟ الحز مو أنا اللي اخترت شكلي، ولا أنا اللي اخترت لهجتي، ولا أنا اللي اخترت أهلي، يعني رب العالمين هو اللي اختارنا حياتنا بالنهاية. فما بداعي إنه تجين والله متتنمرين علي، أنت شاوية أنت ما رح تصيرين. وخصوصا على آخر فترة لما اشتغلت بفارمسي بكثير بنات يعني دعي يتنمرن على هذا الموضوع، إنه أنت روحي استرحي بنعجات. يعني هذا الموضوع ابدا ما يزعجني على فكره، بس انه الناس ايمت تريد تتطور، يعني انه احنا ايمت نريد نعرف انه كل واحد لهجته لوا، وبالنهايه شكله لوا، وبالنهايه مو هو اللي خلق نفسه. ما اعرف هاي بس هيش يعني كلمتين ثلاث حبيت اقول للناس اللي تتنمر. وبالنسبه لي يعني اذا متابعتني لحتى يجي يوم اتطور واغير لهجتي، ما أتوقع رح يجي هذا اليوم، لأنه أنا ما أحب أحكي غير بلهجتي، لهجتي تعودت عليها وأحبها. يعني عيفكم من أنه أقدر الحاز أحكي بأي لهجة، بس أنه أنا متعودة على لهجتي هاي ما أقدر أغيرها. فالله محيا السابت عمي، يعني ما رح نتغير ما رح نتغير. اللي يحب يتابعني بهذا الحال أو بهذا الشكل أو بهاي اللهجة أهلا وسهلا بيه، واللي ما يحب زاد ميت أهلا وسهلا بيه. اخ يا بنات والله اذا اشتغل بس تعبانه، اريد حدا يساعدني، مين يجي يساعدني؟ على فكره انش تخلصين تعزيل هذا نص مصيبه، المصيبه الكبيره تعرفين وين؟ لو نتخلصين وما تعرفين شلون بدك ترتبين القرار. اني 4-5 مرات احط الشغله واحس مكانها مو ظابط ارجع اغيرها واجيب شغله ثانيه احطها محلها، يعني بالاخير يجوز صفيت الترتيب هاي 3-4 مرات وارجع شوفنا القناني الحرجعت شلتم على غير مكان.
والله العظيم يعني أنا شلون متقلبة الرأي عن جد. فالحمد لله على كل حال، يعني الحمد لله الحمد لله. هم بلشت أجلي أجلي يا بنات، هلكت والله كتوفي آخر شي قام يوجعني، لأنه تعرف إن جل التعزيل ما يشبه الجل العادي. ما عرف تحسين الجلي هذا كأنه جلي جايبته من مكان قذر، ولازم انت هنا تدعكين وتمعكين حتى ينضف الجلي. آخ الحمد لله على كل حال، مع انه هنا المية شوي قامت تبرد بعد ما اغربت الدنيا. يعني على فكرة بلشت الصبح وخلصت الساعة 8، مدري 9 يمكن والله. فشايفات اليوم شقد اني نهار اللي اعزل بيه والنهار كله يروح تعزيل. ليش؟ لانه ركز بادق التفاصيل، ما احب اخلي خزانه مثلا ما نظفتها، لانه هي شعتها برحالي كانه عايفه شي وراي، فكاني ما عزلت، فمشان هي ما اخلي ولا درخوشه ما انظفها. الحمد لله، ما ادري هي عاده ما ادري هي طبيعه ما اعرف. المهم انه اول امي كانت تجي تدور، مشان هي كانت تخاف ما تلاقي شي شغله وراي، كنت ما اخلي ولا شغله. امي كانت من الناس اللي بعد ما اخلص الشغل تجي هيك، يعني شلون تقول شلون لما واحد يجي يتفحص ورا الثاني، هيك احس كنت امي. بس والله كانت يعني بالعكس كانت كثير حنونه، وهذا الشي كان من صالحي. لما كانت تقول لي هذا الشي راح ينفعك بعدين، فعلا نفعني، لانه الحزاني على بيتي نظيفة الحمد لله. ما أقول عن حالي أنا حق لين مداح نفس الشي قرب لش شايفات القناني وين حطيت؟ حطيت من فوق هنا المنظمات تبع المونة، زاد حطيت هين. والله على فكرة يا بنات مرتبات هذين اشتريت من السنة الماضية، كان حتى يعني مو غاليات. شايفات الخزانة يا بنات لمعة، تحسن الخزانة كأنه تونها مركبة، يعني فعلا هذا المنظف من شركة فارمسي، ما أعرف إذا صورت لكم إياها عن قرب ولا لا، عن جدي لمع لمعة مو طبيعية. شوفنا الخزانة آخر شي شفت وجهي بيها والله، يعني قبل أنا أستخدم منظفات بس ما يعطى اللمعة هاي، تحسين كأنه يعني ما بي تشخيط، ما بي هيك هاي اللمعة اللي تجي مثل غباش، لا شفاف يعني نظيف نظيف. شايفات أنا يعني كل شوي أبدل، كل شوي أحدل. فما اعرف هو شلون اذا قلت شن الجلي عندي زاد نقصان شوي، بشغلات متكسره، بشغلات خذيتها على المطعم وما كنت يعني اطبخين، فبي شغلات كثيره ناقصه. بس المهم انه الشغلات الموجوده تكون نظيفه. والله يا بنات تعبت من اني اجيب واشتري وهيك، الحز احس حالي فاقد الامل من الشرايه، ما اعرف ليش، انه اخاف انه نموت أو ينهد البيت وظل زعل على شيء، خصوصا إحنا لما جينا على تركيا يعني كثير زعلت على بيتنا هناك، فما أريد أظل أشتري وأزبط وصفصف وآخر شيء تلاقي كل شيء راح بلمح البصر. عن جد هذا الشيء صار بالنسبة لي يحطم نفسيتي. يا سلام على المجلة، الله على فكرة شايفات هنا هذه كله للكب، يعني كل ما عزل ما شاء الله ده أشيل 3 أو 4 كياس زبالة الله يعزكم على الكب، طول وكمبي شغلات ما لها داعي، وكل تعزيلة تلاقين شغلات كثيرة ما لها داعي، مع انه انت تقولين لحالك انه انا دا اكبي اول باول، بس وقت التعزيل يطلع كثير شغلات. شايفات يا بنات والله لمعة الخزانة يعني مو طبيعية، فانصحكن بهذا المنظف، وعلى فكرة مو غالي خالص. فاللي تريد تطلبه من عندي تتواصل معي على الخاص، تمام؟ حبيبات قلبي والله بالعكس ده انصحكن بشي كويس، مو انه بس لا تشترن. انقرف ظهري بس الحمد لله. يا بنات شوف الشفاط بالعادة انا اجيب السيفة والليفة وظل افرق بالحديد، لما اخر شي ينحف الحديد لا ينضف لانه دسم هنا، واني طابخة يعني طبخت ما مسحته من قبل ما افتح المطعم، فمجرد ما مسحته بالرقعة هاي نفسها ما ظل ولا شي. انصدمت يعني، يعني معقولة من دون ما افرك بالسيفة ينضف؟ يعني رجعت غسلت الرقعة مرة ثانية ورجعت مسحته وبس ما فركت بالسيفة، صدمت انا يعني قلت مستحيل رح ينضف، والله مستحيل، لانه يا بنات هنا المنطقة هاي
تزيت كثير تزيت، فاني بالعطل نقلي مثلا هاي ما لسه ما نظفته. شوفن شوفن اللمعة، بالله عليك ان اللمعة ما كأنه الحزمة كبيرة المطبخ الجديد. ما شاء الله ما شاء الله، يا ربي لا يروح يصيبنا شيء. والله احيانا اخاف حالي اصيب، اخاف ان اصيب حالي بالعين، يعني بعد ما اكون خلصت اقول ما شاء الله من عيني. فهنا كثير كراتين، احنا كنا جايبين الات، كنت محتفظه بالكراتين، قلت خاف يروح يخرب الشيء، بس بعد ما مضى عليه مثلا وقت صرت اتاكد انه عمر مستحيل يرجعه بعد هذا الوقت، فقمت اكبل كراتين والهذن اللي يجي معاه الكفاله، لان انا ما اكبل كرتون الا بعد فتره. يا سلام على الجو، شوفن بنات صارت الدنيا بعد المغرب عشاء يعني، بس عن جد شوفن كانه لوحه فنيه برا. هنا عندنا الجو ممطر على هوا، بس الحمد لله ما بيبرد بوز يعني، لا جو حلو. طبعا يا بنات هاي محتاره بيها، من هارن جبتها كل فتره احطها بمكان شكل، وهي حلوه وين ما حطيتها تطلع حلوه. فشوف انا الحزام على فكره، هي الحيره بوجهي مبينه حيره. هاي المنطقه قلت اريد اسوي بيها ديكور هيك يكون خفيف، وبنفس الوقت للفناجيل والدله والركوه، لا مو الدله، الدله ما لها علاقه. اخ يا بنات الحزن، تشوفن انه السيراميك الاسود حلو، بس السيراميك الاسود لما تيجي عليه ميه يبين عليه الوسخ. والله السيراميك الابيض احسن، والسيراميك الاسود عباره عن مرايه، يعني هذا الشيء اكثر شيء مكرهني بيها انه عباره عن مرايه احيانا. والله الحظ حكيتش الشغله جست تضحك. احيانا اجي لحتى اجلي يكون مثلا عمر راح ينام، يعني اضحك اضحك على السيراميك، ليكون بي حدا وراي يضل هيك مراقبه الصالون وراي واني مركزه بجلي. والله العظيم يعني ما اعرف شو خطر لي، بس عن جد هذا الشيء مو حلو بالسيراميك، خصوصا اللي تصور، يعني احيانا اذا يكون مثلا بي شيء او مشاكل اخلي عمر يطلع برا خالص، اقول له اليوم روح بدي اصور، فلا تقعد بالصالون. هنا بلش الفرق، زادنا بنفس هذا على فكره يا بنات، هو قاهر الدهون الصعبه يعني، فاني قلت راح اجربه للخزن، وعن جد طلع يعني كفو. وهنا على 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 الغاز، هنا على الغاز زاد ما شاء الله، فور فور الوسخ تفوير. ف برافو برافو. شوفني يا بنات، يعني انا ما افرك هاي الفركه الا كل اسبوع مره، لا المجله ما اقصر معاها، يعني المجله فرق فرق كل اسبوع، تنظيف تنظيف، لانه الواحد اول ما يجي، احيانا تجينا صاحبه البيت او شيء، اول ما يجي تضرب عينه على المجله، وخصوصا انا يعني المطبخ عندي صاير مع الصالون، هي مشكله بس مو مشكله كبيره يعني، لانه الحمد لله على طول بيتي مرتب منظف، يعني الا بعض الاحيان يكون البيت قايم قاعد اقول يا ربي ما يجينا حد اليوم. وعلى فكرة يا بنات والله شقد نظيفين، بس الضيوف ما يجون إلا النهار اللي نكون مرتاشين، البيت قايم قاعد مرة دعزل مثل هيج، واني ما يجين ضيوف كثير يعني، إلا أكون موعدة حدا لا تجيني مثلا، ولا يندق الباب يا ويلي يا ويلي يا سواد ليلة، الدنيا قايمة قاعدة عندي، المطبخ كله منزل على الأرض، ولسا كان عندي قرار أكثر من هيج، يا ربي افتح ولا ما افتح، يا ربي شو اسوي. اخر شيء والله تعوذت من الشيطان عشان افتح الباب، ولا تطلع واحدة من المتابعين، والله العظيم والله شاهد على كلامي، اهلا وسهلا اهلين قلبي تفضلي، كانت تفوت اني طبعا بقلبي ما اكتب عليكم، وانا عزل قلت يا رب ما تفوت. يا ربي ما تكون دا تشوف الفيديو. والله يا بنات والله فاتت المرأة، عاد الحمد لله ان المرأة اخلاقها والله يعني بالحيل كويسة، وهيج حبابة يعني، انا قلت ان شاء الله ما تكون من الناس اللي هيج شلون لما تفوت تبلش تضحك وتسمع يعني، فلا والله بالعكس المرأة يعني قالت تساعد شو هيج، قلت لها لا والله، وتركت التعزيل وقتها وقعدنا وشي لبين ما راحت لبعد ما خلصت.
بعد ما راحت لخلصت، بس بالله عليك نشوفنا النظرة. يا الله على الراحة النفسية، والله حبيت على قول شرو حبيت. شايفات هذه هي الخشبة اللي الرفة اللي مسويته ديكور، هذا على فكرة اشتريتها هيج، هي للزريعات ولهيج أمور. بس شوفن على مكان الجلاية الحزاني، شلت الجلاية وشلت البراد مثل ما انتن شايفات، خذيتن على المطعم تمام. فهنا صار عندي فراغات. I love you مع قلب، مع أحبكم، مع حطوا لايك، حطوا لايك. شوفن هنا حطيت القهوة، حطيت ركن القهوة. طبعا أنا ما عجقت لأنه ما عندي غير هالطقم، يعني ما أكتب عليكم. على فكرة شفنا الخشب مع الذهب إيش قد ظابط. الله البيت، مو البيت، المطبخ طلع إمري. الله يسلم إيدي إن شاء الله، وإن شاء الله المعدل ما يموت على قولة أمي. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله يا ربي إنه الله هيك يعني يحبني. فاليوم أنا عندي عشاء مجدرة من البارح، مسوية يعني طنجرة كبيرة مشان حاسبة حساب البارح واليوم. جيت عاد سويت معاهن صحن سلطة، بس أسخنهن وأسوي السلطة ونقعد نتعشى، لأنه قلت لحالي يعني خلص تعبنا. ظلت الخزانة اللي مقابل الصالون، قلت عيفها مع تعزيلة الصالون عودين أنظفها. بس عن جد عن جد يعني ريحة التعزيل غير، شكل التعزيل غير، كل شيء بالتعزيل غير. واخر شيء لما نمت ضاري قام وجعني من التعزيل. الله يصلحه. حاولين على المجدرة يا بنات، ما بشي من واجبكن يعني، مجدرة شو فيها نعمل يا زينة، مجدرة وبعد التعب تحسينها لحم. هنا عاد صار وقت الكيف، خلص يعني عن جد تعبت. والله يا بنات كل ما حط الركوة على النار قلبي يقبطني. لليوم على فكرة كنا على سوي بيها قهوة، بس لليوم كل ما حطها على النار أقول يا رب ما يروح يصيبها شي، يا رب ما يصيبها شي خلل، لأنه القهوة بيها طعمتها عن جد طيبة. يعني كنت أفكر بس بنحاس القهوة طيبة، لا والله طلعت بالبلورة طيب لسا. فبنات هاي نوعية من الركوة بديش تنزلين القهوة بشويش لتنزل معاها كل الوجه، فمشان ما يظل الوجه بالركوة وتتعذبين على الفاضي، لا نزل القهوة بشويش وشوف شلون راح يصير لها وجه. من جد هذا السر. السر كل الناس تعرفوه. هنا شوف إن خليتها يعني بس للقهوة، قلت لحالي منظر، وبنفس الوقت ما عندي عجقة كثيرة على المجلة، قلت لحالي حطها لنا. يا سلام، حولوا محولوا، ما بشي من واجبكم يعني. على فكرة طعمة القهوة بعد التعزيل زاد غير، إذا ما تعرفين يعني قلت أقولشن. قلت أقولشن والله مو مش عايشي. حبايب قلب الله يسعدكم، إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ولا تنسون تحطوا لايك، تشتركون بالقناة، ولين نقولكم باي، أشوفكم على خير يا أحلى عالم بالعالم.